السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. بعد الصلاة عندما نخش في الموضوع يا جماعة، ده جزء غليل جاكوبين مكانوس بلوين عاملين 1500 جنيه، مستوى جميل بسم الله ما شاء الله ومتاح الشحن. ده غليل يا جماعة لسه ما كتموش، عاملين 1500 جنيه. ده اس هزاز بولندي مستوى جميل عامل 150 جنيه ومكانه دمياط كثر سعد بسم الله ما شاء الله. مستوى جميل يا جماعة والسعر كويس جدا بالنسبة للتقليب بتاعه. نيجي العرض يا جماعة، انا كنت امبارح نزلته وكان في غلط في رقم التليفون والتفاصيل. دول يا جماعة مجموعة حمام، يعني مجموعة عروض من المرج القديمة، انا صلحت بعتذر لان كان رقم التليفون غلط. ده اس الذكر رومي والنتاية كريزلي عاملين 300 جنيه الباقي من غير الزغلول. النتاية البيضة كريزلي والذكر الأسود ده الأزرق الباقي من غير الزغلول. الزغلول بس يا جماعة عشان أعرفكم الفرخ، يعني بيطلع فرخ كبير بسم الله ما شاء الله. العرض التاني يا جماعة، أول قصة معانا يا جماعة ده قصة رومي تايجر عامل 400 جنيه. ده قصة تانية يا جماعة كينج شعبي قصة بني عامل 500 جنيه. القصة التاني ده يا جماعة قصة البني ده كينج شعبي عامل 500 جنيه، وفي نتاية الوقت هتيجي عاملة 200 جنيه. من المكان المرج القديم ومتاح الشحن للأماكن المتاحة يا جماعة. نتاية البيضة دي يا رومي عامله 200 جنيه يا جماعه تايجر برضو. النهارده يا جماعه مجموعة حمام قبلة الحتة عاملة 150 جنيه قبلة قشر بندو. المكان بولاق الدكروه
سعر كويس يا جماعة بالنسبة للتقليب. فرد على ورد. مجموعة حمام بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك للجميع ويرزقهم من فضل اللهم امين. يا جماعه اللي مش مشترك معانا يا ريت يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلوا اول عرضنا اول باول. ولو عندك حمام عايز تنشره على القناه رقم التليفون مثبت على مقدمه الفيديو، تواصل معانا واتساب وان شاء الله نعرض لك حمامك. وتنبيه يا جماعة لو حد من البحيرة وعنده ذكر هزاز اكتاف شغال يبعت يقول لنا. دي يا جماعة مجموعة سيراليات مكانهم مدينة نصر. بسم الله ما شاء الله الحمام ده لتصفية استرارات وزواجل. الراجل بيصفي وبيبيع الحمام كله في بعضه. تواصل معاه وتفاوض معاه في السعر، عارف السعر كام وتفاوض معاه لو انت حابب تشيل الكمية كلها مع بعضها يا جماعة. يا جماعة لو في حد من البحيرة وعنده دكر هزاز اكتاف شغال يتواصل معايا يعرفني. ولو حد من المنصورة وعنده حمام غزار مستويات عالية برضو يعرفني. ولو في حد عنده نتايات قطعيتي برضو يعرفني يا جماعة. ده القسط الاولاني اللي احنا عارضينه اللي عامل 150 جنيه ومكان دمياط. يبقى بكده يا جماعة وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا رب يكون ده اللي عجبكم وربنا يبارك فيكم جميعا ويرزق الجميع من فضله اللهم امين يا رب. ما تنسوا يا جماعة تدعمونا باللايك والشير، ولو حد عنده طلب واي حاجة تواصل معنا واتساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.